بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المرسلين. مرحبا بكل من التحق بقناة أم عبد الرحمن. الإجابة النموذجية لموضوع اختبار مادة التاريخ والجغرافيا للشعب شعبة علوم تجريبية رياضيات تقني رياضي بكالوريا 2022. نبدأ على بركة الله. الموضوع الأول مادة التاريخ. إذا اشرح ما تحته خط في النص. المفاوضات هي الحوار بين جبهة التحرير الوطني والسلطات الاستعمارية لإيجاد حل سلمي للقضية الجزائرية وإنهاء الحرب، والذي انتهى بتوقيع اتفاقية إيفيان. الاستقلال هو تحقيق الحرية واستعادة السيادة الوطنية الكاملة. هجوم 1955 هي عمليات مسلحة. هو عمليات مسلحة خطط لها زيغود يوسف قائد المنطقة الثانية شمال قسنطيني. شملت حوالي 26 مدينة وقرية، مستهدفة المنشآت الاستعمارية ومراكز الشرطة والدرك والثكنات ومخازن التموين ومحلات المعمرين، ودامت أسبوعا كاملا. التعريف بالشخصيات. محمد بوضياف سياسي جزائري نضال في حزب الشعب وحركة الانتصار للحرية الديمقراطية، عضو بالمنظمة الخاصة واللجنة الثورية للوحدة والعمل التي ترأسها ومجموعة 22، منسق بين لجنة الستة والوفد الخارجي للثورة. ساهم في إعداد بيان 1 نوفمبر 1954 وتفجير الثورة من المختطفين الخمس في حادثة الطائرة 1956. شغل منصب وزير الدولة في الحكومة المؤقتة ورئيس المجلس الأعلى للدولة، اغتيل سنة 1992. جمال عبد الناصر زعيم المصري من قادة الثورة المصرية سنة 1952 وحركة الضباط الأحرار. ترأس مصر بعد الاستقلال مؤمم قناة السويس وأنجز السد العالي. شارك في مؤتمر باندونغ 1955 من مؤسسي حركة عدم الانحياز ومن أكبر الداعمين للحركة التحررية. جوزيف ستالين رئيس الاتحاد السوفيتي وأمين عام الحزب الشيوعي، حول بلاده إلى القوة الثانية في العالم بعد الحرب العالمية الثانية. كان متشددا في سياسته مع الغرب، فرض أنظمة شيوعية على دول شرق أوروبا، عرفت حفاظة حكمه أزمة عدة برلين وكوريا وسباق التسلح. الجزء الثاني تقبل كل إجابات صحيحة الأخرى لأن الجزء الثاني مقدمة تقبل كل مقدمة وظيفية تخدم الموضوع. أولا دوافع جنوح القوتين إلى السلم والانفراج. تغيير الخطاب السياسي لدى القوتين مع مجيء قيادة سياسية معتدلة، الترويكا خروتشوف والبولغها لين مالينكوف في الاتحاد السوفيتي وإيزنهاور في الولايات المتحدة الأمريكية. توازن قوة الردع والرعب النووي، أسلحة الدمار الشامل والتنافس في مجال غزو الفضاء بين المعسكرين واقتناعهما باستحالة انتصار أحدهما على الآخر. أيضا ارتفاع الخسائر المادية والاقتصادية والبشرية للمعسكرين التي معني التدخلات العسكرية، ارتفاع النفقات العسكرية وأثارها السلبية على الاقتصاد، حاجة الاتحاد السوفيتي والتكنولوجيا والقروض الغربية لكي يستعين بها في ميادين التنمية وتحديث الاقتصاد، ظهور بوادر التفكك داخل مصحف المعسكرين، توتر العلاقات الصينية السوفيتية 1959 والفرنسية الأمريكية 1966، ضغط الرأي العام العالمي الرافض لصراع القوتين، الإعلام، مظاهرات واحتجاجات. مساهمة كتلة العالم الثالث في ذلك، تأسيس حركة عدم الانحياز في من 1 إلى 6 سبتمبر 1961 وانتهاج سياسة الحياد الإيجابي. سعي دول العالم الثالث إلى وضع حد للسباق نحو التسلع، إزالة القواعد العسكرية ومحاربة سياسة الأحلاف العسكرية كحلف بغداد وحلف جنوب شرق آسيا. رفض دول العالم الثالث سياسة الاحتواء والاستقطاب من خلال المشاريع الاقتصادية مشروع إيزنهاور 1957 والتدخل في الشؤون الداخلية للدول. مناصرة دول العالم الثالث سياسة التعايش السلمي بين المعسكرين من خلال مؤتمرات حركة عدم الانحياز. دعم دول العالم الثالث لجهود هيئة الأمم المتحدة من أجل تحقيق الأمن والسلم العالميين وحق الشعوب في تقرير المصير ومحاربة التمييز العنصري. تكتل وتضامن دول العالم الثالث في إطار التقارب الأفرو-آسيوي الذي تجسد في مؤتمر باندونغ من 18-24 أبريل 1955 ورفضه سياسة الصراع. الخاتمة تقبل كل خاتمة وظيفية تخدم الموضوع. الآن نروح لموضوع الجغرافيا. بالنسبة للموضوع الأول، الجزء الأول اشرح ما تحتوي خط في النص. منظمة التجارة الإعلامية منظمة دولية تأسست سنة 1995 على أنقاض منظمة اللغات، تعمل على تحرير التجارة العالمية قصد تسهيل تدفق السلع والخدمات، مقرها جنيف سويسرا. النمو الاقتصادي مؤشر كمي يقيس الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد ما خلال فترة زمنية محددة. هذه السلع يتم إنتاجها عن طريق عوامل الإنتاج الرئيسية وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم. التجارة الدولية تبادل السلع والخدمات بين مختلف الدول عن طريق الصادرات والواردات قصد تنشيط الاقتصاد والمساهمة في الدخل القومي.
ثانيا رسم أعمدة بيانية تمثل أكبر بلدان المستطيلة التكنولوجيا العالمية في العالم عام 2020، العنوان على 0.25 والمقياس 0.25 مفتاح على 0.25 والإنجاز على نقطة تي. نروح الجزء الثاني. مقدمة. يعد البترول الذهب الأسود سلاحا استراتيجيا بحوزة الدول المصدرة له قياسا بالحاجة المتزايدة عليه في السوق العالمية. هذه الأخيرة التي تتحكم فيها منظمة الأوبك بسياستها التنظيمية والإنتاجية. ففيما تتجلى أهمية البترول وما الأدوار الوظيفية للأوبك لضمان استقرار أسعاره. تقبل كل مقدمة العفو وظيفية تخدم الموضوع. إذا أهمية البترول في اقتصاد الدول المصدرة له ومصدر أساسي للدخل الوطني، تحقيق ارتفاع وفائض الميزان التجاري وميزان المدفوعات، التخلص من المديونية والسياسة التقشف الاقتصادي في حالة ارتفاع الأسعار، مادة استراتيجية أساسية في السوق المبادلات الغالية العالمية ومصدر رئيسي للطاقة أداة ضغط سياسية، المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلق مشاريع إنمائية، توفير فرص العمل وامتصاص البطالة وتعزيز القدرة الشرائية. ثانيا دور منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك في الحفاظ في المحافظة على الاستقرار محافظة على أسعاره استقرار أسعاره العفو. تحديد حصص الإنتاج والموازنة بين العرض والطلب. التنسيق بين دول أوبك والدول المصدرة الأخرى حول العرض في الأسواق العالمية. تدعيم التعاون الفني والتكنولوجي في مجال التنقيب والاستخراج والتسويق بين الأعضاء. محاربة الاحتكار وهيمنة الشركات الأجنبية. حماية مسار الدول المنتجة بضمان الدخل الثابت واستقرار الأسعار. توحيد سياسات نفطية للدول الأعضاء. الأوبك تكتل اقتصادي. خاتمة. الأوبك تكتل اقتصادي استراتيجي غايته الأساسية هو دعم الاقتصاد الدول المنتجة والمصدرة للبترول لضمان واقع معيشي ومستقبل مزدهر لشعوب دول المنظمة. تقبل كل خاتمة وظيفية تخدم الموضوع وتقبل كل إجابات صحيحة الأخرى. نروح الآن للموضوع الثاني الخاص بمادة التاريخ. إذن نبدأ على بركة الله. سباق التسلح. سياسة عسكرية انتهجها المعسكر لتطوير القدرات الدفاعية بهدف تحقيق التفوق العسكري. الأنظمة الرأسمالية دول المعسكر الغربي الرأسمالي التي تسير في فلك الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب الباردة من أوروبا الغربية كندا اليابان كوريا الجنوبية تركيا إلى غير ذلك. الستار الحديدي مفهوم استعمله رئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرشل في 5 مارس 1946 عندما تحدث فيه عن أطمع الاتحاد السوفيتي التوسعية في أوروبا الشرقية، فقال إنها أزلت ستارا حديديا على أوروبا يمتد من ميناء تيتان على بحر البلطيق إلى ميناء تريستيا الإيطالي ويقسم أوروبا إلى قسمين شرقية وغربية. التعريف بالشخصيات التالية: أولا جوزيف ستالين رئيس الاتحاد السوفيتي وأمين عام الحزب الشيوعي حول بلاده إلى القوة الثانية في العالم بعد الحرب العالمية الثانية. كان متشددا في سياسته مع الغرب، فرض أنظمة شيوعية على دول شرق أوروبا. عرفت فترة حكمه أزمات عدة منها أزمة برلين وكوريا وسباق التسلح. عبد الرمضان مجاهد وثوري جزائري نظر في حزب الشعب وحركة الانتصار الحرية الديمقراطية. عضو بالمنظمة الخاصة واللجنة الثورية للوحدة والعمل ولجنة التنسيق والتنفيذ. مساعد قائد الولاية الخامسة وهران. شارك في مؤتمر الصمام. صاحب فكرة أولوية الدخل على الخارج الخارج والسياسي على العسكري. اقتل في سنة 1957 في ظروف غامضة. جون كينيدي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تميزت فترة حكمه بأزمة صواريخ وتصعيد الاستعماري في الهند الصينية واهتم بغزو الفضاء. اقتل سنة 1963 لدفاعه عن حقوق السود. وتقبل كل إجابات صحيحة الأخرى. الجزء الثاني الآن. مقدمة. دائما ما كانت السلطات الإدارية والاستعمارية الفرنسية تسعى إلى القضاء على الثورة الجزائرية عبر عدة عمليات عسكرية ودبلوماسية لمنع تداول القضية الجزائرية على مستوى الرأي العام الدولي. تقبل كل مقدمة وظيفية تخدم الموضوع. الأساليب السياسية والعسكرية التي اعتمدتها فرنسا خارجيا لإيقاف العمل الثوري. أولا الأساليب السياسية. المناورات السياسية والدبلوماسية لتحييد المواقف الدولية من القضية الجزائرية ومنع تدويلها في المحافل الدولية. النشاط الدبلوماسي والانسحاب من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الضغط على بعض الدول والحكومات لمنع دعم الثورة الجزائرية ومحاولة عزلها. إنهاء قوى أو دول خارجية بإثارة مشاكل. اتهام قوى أو دول خارجية بإثارة مشاكل في الجزائر مثل مصر ويوغوسلافيا. بقى الأساليب العسكرية. المشاركة في العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 بسبب مساندتها للثورة الجزائرية واحتضانها أعضاء الحكومة المؤقتة ومقر إذاعة صوت العرب. إقامة خطي شارل وموريس لأسلك شائكة المكهربة بين الحدود مع المغرب وتونس لمنع تسرب الثوار والأسلحة. قمع مظاهرات المهاجرين
الجزائريين في فرنسا سنة 1961 17 أكتوبر. ماذا نجح الثورة في إفشال تلك الأساليب؟ تمسك الشعب بحقه في تقرير مصيره وتأييده للثورة رغم سياسات القمع والإغراء الفاشلة. ضغط الرأي العام الفرنسي والعالمي وتزايد التأييد والدعم الدولي للقضية الجزائرية، الكتلة الشرقية، الحركة الأفرو-آسيوية، جميع الدول العربية إلى غير ذلك. تأكيد منظمة هيئة الأمم المتحدة على حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره رغم المناورات السياسية الفرنسية. اعتراف العديد من الدول بالحكومة المؤقتة للجزائر الجمهورية الجزائرية. تدهور الاقتصاد الفرنسي بفعل تزايد الأعباء والتكاليف على الخزينة الفرنسية، أزمة مالية. أزمات سياسية متتالية نتيجة الإخفاء في القضاء على الثورة، سقوط الحكومة، انهيار الجمهورية الرابعة ومحاولة انقلابية. بالنسبة للخاتمة، تمكنت الثورة الجزائرية من كسر سياسة التعتيم وتغليظ الرأي العام العالمي عبر نشاط حزب جبهة التحرير الوطني والحكومة المؤقتة، ناهيك عن الرد على العمليات القمعية العسكرية عبر نشاط جيش التحرير الوطني. تقبل كل خاتمة وظيفية تخدم الموضوع وتقبل كل الإجابات الصحيحة الأخرى. بالنسبة للجغرافيا، الجزء الأول اشرح ما تحتوي خط في النص. التنمية هي كافة التغييرات الهيكلية التي تحدث في المجتمع بأعادية مختلفة اقتصادية سياسية اجتماعية لتوفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع. اقتصاد نشاط بشري يشمل الإنتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك السلع والخدمات. دخل قومي خام مجموعة قيم السلع والخدمات التي تنتج داخل وخارج بلد ما خلال سنة معينة. بالنسبة للرسم البياني يمثل واقع سوق القمح العالمية إنتاجا واستهلاكا بين 2016 و 2021 العنوان على 0.25، المقياس على 0.25، المفتاح على نصف والإنجاز على نقطتين. بالنسبة للجزء الثاني المقدمة، تتداخل عدة معايير ومؤشرات اقتصادية واجتماعية وحدة سياسية في تصنيف الدول إلى متقدمة ومتخلفة. تتكرس فيها الفوارق بين العالمين وهيمنة الطرف الأقوى على الطرف الأضعف. تقبل كل مقدمة وظيفية تخدم الموضوع. مؤشرات التخلف الاقتصادي في دول الجنوب، انخفاض متوسط الناتج المحلي والوطني الخام، ضعف مساهمة الصناعة في الناتج الوطني، ضعف استهلاك الطاقة وسائر المواد الأولية، انخفاض حصتها من التجارة والاستثمارات الأجنبية، قلة رؤوس الأموال وارتفاع حجم المديونية الخارجية، تراجع نسبة النمو الاقتصادي. مسؤولية الدول المتقدمة في تراجع التنمية في الدول النامية، الاستعمار والتبعية، احتكار التكنولوجيا وحظر تصديرها، ثقل الديون اللي استنزفت قدرة الدول النامية، انعكاسات النظام العالمي الجديد، تكريس التخلف، اختلال النظام الاقتصادي العالمي الجائر وغير المتكافئ، الدور السلبي للشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية والنقدية الدولية. خاتمة، التعاون التكامل الحقيقي والفعال بين الدول النامية ضرورة حتمية لتجاوز ظاهرة التخلف والتغلب عليها والالتحاق بركب الدول المتقدمة. تقبل كل خاتمة وظيفية تخدم الموضوع وتقبل كل الإجابات الصحيحة الأخرى. بالنسبة للمنحنى البياني، هكذا هو شكلها. منحنى بياني لسوق القمح العالمية إنتاجا واستهلاكا من 2016 إلى آفاق 2021. موجود في الأسفل السنوات. المقياس هو وفي الأعلى كمية الإنتاج والإستهلاك العالمي والعنوان هكذا. لم يبقى لي إلا أني أتمنى لكم التوفيق في هذا البكالوريا. إلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى.